من ضمن الحاجات الطريفة والعجيبة، كنت بتفرج قبل كده على إحدى اليهوديات اللي أصولها أصلاً كانت مصرية وعايشة دلوقتي في دولة الكيان، وهي بتتكلم وبتقول: كنت وأنا صغيرة من يهود اسكندرية، وكنت بحتفل أنا وأسرتي بعيد الفصح اللي هو عيد خروج اليهود من مصر. وبتقول: كنت بسألهم وكنت مستغربة، طالما احنا عايشين في مصر ازاي ان احنا بنحتفل بعيد خروجنا من مصر واحنا اصلا عايشين في مصر. Talking about Passover, Pesach, it was very very weird because to me, you know, as a child, as a very young child, I was always wondering why do we had to thank God for taking us out from Egypt while we were in Egypt. فعلا يعني سؤال وجيه جدا، والقصص بتقول يعني بس مش مثبت امتى تحديدا ان اليهود لما كانوا هنا في مصر في وقت الحضارة المصرية القديمة راحوا لكل المصريين واستعاروا الذهب والفضة علشان يحتفلوا في عيد بتاعهم، وخدوا كل الذهب والفضة بتاع المصريين وسرقوه وهربوا. وتيجي الأيام وتيجي السنين، واليهود سواء من أيام بقى البطالمة واللي جم بعد كده في وقت السبي البابلي، واللي جم على فترات طويلة بعد كده لاحقا، وسبق واتكلمت عن الأشكناز والسفرديم وازاي استوطنوا في الإسكندرية، ويفضل يهود بجالية كبيرة في مصر ما بين القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، وللمرة التانية يعضوا الإيد اللي تتمد لهم البلد اللي قوتهم وربتهم. وواحد من الأمثلة دي اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة وهو باروخ زكي مزراحي. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بيكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وبشكركم جدا جدا على تشغيلكم للفيديو. أول حاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، بنسمي أهو بواحد بقى لايك، ها واحد لايك كده، ومعها ياريت الناس تشير الفيديو على السوشيال ميديا، تشيروه يا جماعة لأصحابكم على الواتساب وتشيروه على الفيسبوك، عايزين كده انتشار. النهاردة بنتحدث عن واحد كان من أخطر ضباط الموساد أو المخابرات الإسرائيلية في وحدة العمليات الخاصة، وهو باروخ زكي مزراحي، وإزاي المخابرات المصرية قدرت تعمل عملية في منتهى البراعة جدا وتجيبه من اليمن تحت ظروف عصيبة جدا إلى هنا في مصر. الأول، باروخ زكي مزراحي هو من يهود السفرديم، اتولد هنا في القاهرة في سنة 1926، من أبوه كان اسمه زكي مزراحي، كان تاجر دخان وكان كسيب، وكان عنده أخ وأخت، أخوه كان اسمه مير وأخته كان اسمها إيفيت. والده كان تاجر دخان وكان فتح محل بتاعه في كلود بيك، وكان عايز إنه هو يعلمه كويس. أمه كانت خياطة ماهرة جدا وكانت محبوبة من الناس، وأمه كانت بتحب مصر على فكرة، في طبقا لكل المصادر اللي هتلاقوها موجودة في شرح الفيديو. المهم، في سنة 1933 بيموت أبوه زكي مزراحي، وأمه تكمل وهي اللي تشتغل علشان يدخلوا ابنهم في مدرسة الفرير علشان يتعلم تعليم جيد جدا. الولد مولود في مصر، بيتكلم طبعا مصري زيك كده بالظبط، زي ما انت سامعني، بيتكلم اللغة العربية كويس وبيقرأها وبيكتبها كويس جدا، بيتحدث الإنجليزية ببراعة والفرنسية ببراعة من مدارس الفرير اللي هي مدرسة القديس يوسف. وبعد كده بعد ما خلص الثانوية التحق إلى كلية التجارة وتخرج في سنة 1948. أول ما تخرج كان يا جماعة كان خريج كلية التجارة قسم محاسبة، وأصلا خريج مدرسة الفرير، اللي خريج مدرسة الفرير زمان دي بيشتغل بيها وظيفة هايلة جدا على فكرة، مش بالبكالوريوس بس، لا بالفرير نفسها، دي يعني حاجة كبيرة كانت.
المهم أول ما تخرج اشتغل في شركة خاصة بالاستيراد والتصدير، وبعد كده دخل في شركة أدوية وجاله التعيين رسمي في الدولة إن هو يشتغل في سنة 1950 في إحدى المدارس الثانوية، وهي كانت المدرسة الإنجليزية كانت الثانوية. كان بقى طبعا ابتدت الدنيا تزهزه معاه، وابتدى إن هو يساند أخوه وأخته. شوف الحياة بالنسبة له مستقرة ومفيش أي حاجة خالص. وجينا في سنة 1955 وجات واحدة مدرسة زميلته كان اسمها فردري، كانت جميلة يهودية، كانت بقى حاجة كده تشوفها كده تقول نيكول كيدمان كده، الشعر الأصفر والبياض الناصع والابتسامة الرائعة الساحرة. كان هو بيشتغل مدرس في المدرسة دي لغاية الساعة واحدة، وبيشتغل كمان في مدرسة ابتدائي من واحدة لأربعة برضو مدرس، وكان بيشتغل في شركة سمسارة اسمها شركة دانيال وشركاه. فالدنيا كان بقى قاعد في السكن فاخر، بيلبس أحسن لبس أغلى العطور، والدنيا حلوة معاه جدا، مش محتاج أي حاجة. واحد له مدرس ثانوي دي قيمته وهيبته محترمة وكل حاجة. ولكن المدرسة دي سحرت عقله وجابت عقله الأرض خالص، بقى بينجذب بيها وهي بتلعب بيه اللعب اللي على الشناكل. انتوا عارفين اللي أنا أقصده كويس قوي، اللي هي تقرب وبعد كده تقوم سحبة رجلها، لدرجة في مرة قال لها بصي أنا عايز أتجوزك. راحت مبتسمة كده قدامه ابتسامة بدل ما هي تتفاجأ ولا بتاع، لأ كأنها بتقوله بابتسامتها طب ما أنا عارفة ومتوقعة منك السؤال ده من زمان. وراحت ضحكة ضحكة كبيرة جدا، قالت له مش هينفع، أصلا أنا خلاص أنا وأهلي مسافرين على دولة إسرائيل، حلمنا وكياننا اللي احنا عايزينه. فقال لا طب وليه؟ طب ما احنا عايشين هنا هو، وليه نروح هناك؟ ما احنا متربيين هنا وعايشين هنا بيقول لها كده، وليه نروح؟ قالت له لا عايزني وتتجوزني تعالى. طبعا في البيت قعد يعمل افلام على امه واخواته على ان هم يسافروا على اسرائيل، وعن عدم رضا وافقت امه وهي حزينه وزعلانه، كانت محبوبه ما بين الناس وكانت الازياء اللي بتفصلها كانت رائعه جدا. قدم استقالته من المدرسة وراح مجمع التحرير وعمل طلب هجرة، وبالفعل في سنة 1957 بيسافر إلى ميناء في فرنسا، ومن فرنسا بياخدوهم على ميناء حيفا. وكانت بقى الفاجعة حبيبته اللي هو اللي بيدور عليها في الأول ما لقاهاش، خدوهم وهو وأمه وأخواته. أمه راحت ودوها في الكيبوتس اللي هي المستعمرات والمخيمات اللي كانوا بيعملوها، خدوهم هناك، وكانت الأم بتشتغل خياطة، وهو بدل ما كان مدرس حطوه فلاح مزارع في أرض. بعد ما كان مدرس وكان بيلبس أحسن لبس وكل حاجة حطوه مزارع، والأجر اللي بياخده يدوبك يكفي أكل بالعافية بالعافية. والصدمة التانية حبيبته اللي عمل عشانها كل ده راحت اتجوزت واحد ثري وغني، بقى خلاص واخد الأمرين. بس بقى هنا يا جماعة تقدروا تقولوا حصلت له صدمة نفسية، وأنا من وجهة نظري الشخصية أنا بتكلم ده وجهة نظري الشخصية، إن هو جات له عقدة من مصر نتيجة إن جات له عقدة من البنت دي، لأن ارتبط الارتباط الوثيق ما بينه وما بينها كان في مصر، فهو كرهها فتعقد من مصر بسببها، عنده حالة نفسية ربطت الاتنين. ولكن ده مش داعي ان هو واحد اتولد في مصر وتربى في مصر وتعلم في مصر واشتغل في مصر وبقى بني آدم في مصر وفي الاخر يعمل اللي انا هحكيه لكم دلوقتي. الأجهزة الأمنية هناك لقوا ان هو بيتكلم مصري وبيتكلم فرنسي وانجليش كويس، راحوا مبعتينه كده في مكتب امن، قالوا له احكي لنا بقى ايه اللي انت شفته في مصر وتعرفه عن مصر. قعد سرد لهم كل حاجه من خلال ما كان بيقرا الصحف وكان بيسمع من صحابه، ما هو دي اصحاب مصريين، كان واحد يا جماعه كان عايش مصري بس الدين مختلف لكنه مصري، واحد مصري تماما، وفجاه اصبح عدو لمصر وعدو للشعب وعدو للبلد، وبقى بيقول على كل الاخبار وعلى كل حاجه وهو قاعد. في الاخر قالوا له احنا بنشكرك جدا واحنا هنبقى نحتاجك. وطبعا نظير الكلام ده حبوا ان هم بقى ايه يعني يرفعوا له الحال شويه، قالوا له انت يعني مش متضايق انك انت فلاح؟ قال لهم طبعا انا تعبان جدا. فراحوا حاطينه شرطي في شرطه الاداب،
ولما بقى في شرطة الأداب كان قاعد مع ناس في مكان كده، وهو طبعا عشان كان من اليهود السفرديم الشرقيين، وسبق واتكلمت عنهم السفرديم والأشكناز، كان بقى منبوز وعندهم تفرقة لحد دلوقتي. ولكن على كل حال كان قرفان وكان بيشتغل في شرطة الأداب، وقابل بالعافية بعد كده ابتدى ها شوية، قابل مارجريت زميلته وتجوزها، وابتدى من هنا يكون أسرة. وفي مرة من المرات تم استدعائه إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية وقالوا له إيه رأيك إنك أنت تشتغل معانا، وإحنا شايفينك إنك أنت مناسب، والموضوع زي ما يكون ما كانش رأي، لأ أنت خلاص هتشتغل معانا. طب إيه اللي مطلوب مني؟ المطلوب إن إحنا عندنا بعض الشيوعيين اليهود هنا في إسرائيل عايزينك تندمج في وسطهم وتجمع لنا عنهم معلومات كافية. وبالفعل على مدار 9 شهور كان بيقابل حييم أيدولوفيتش اللي هو رئيس الاستخبارات هناك، وبيقدم له كل التقارير بكفاءة عالية عن الشيوعيين اللي موجودين داخل دولة الكيان. طبعا ده علا من رصيده أكتر وأكتر. قال له حييم بص، في معاد مهم قوي، هتقابل في كافيه اسمه فيرد، الكافيه ده موجود في تل أبيب مع أحد الضباط، وهو هيكلفك بالمهمة معينة، ولازم انك انت يعني دي فرصة كويسة قوي. بالفعل قعد مع الضابط قال له احنا بنفتح في هولندا مكتب استيراد وتصدير، وطبعا المكتب الاستيراد والتصدير ده ما هو إلا أحد الواجهات الموجودة لجهاز المخابرات الإسرائيلية، وعايزينك إنك أنت تبقى معانا. وبالفعل في خلال فترة علموه بشكل احترافي، لأنه هو اتنقل من مجرد ضابط في المخابرات إلى في وحدة العمليات الخاصة، دخل في المعمعة زي ما بنقولها كده البهاريز، اتعلم كل حاجة، علموه طرق التتبع، طرق المراقبة والهروب من المراقبة، جمع المعلومات، الحبر السري، ازاي صاحب، ازاي يهرب، تنكر، كل حاجة علمها له. وبالفعل سافر في أوروبا، وفي الفترة دي بقى كان ما بين أمستردام وبروكسل، والمنطقتين دولت بتعج بالكثير والكثير من عملاء الموساد ومن اليهود اللي قاعدين هناك مواطنين، سواء في هولندا أو سواء في بلجيكا، وهم بيساعدوا جهاز المخابرات الإسرائيلية بتاعتهم، بحيث ان هم قاعدين كمواطن محدش يشك فيه ويقدر ان هو يجند ناس للمواطنين. باروخ زكي مزراحي في الفترة دي كان بيقعد بقى مع كل الجاليات المصرية والعربية ويسمع منهم أحلى الكلام عن كل الأسرار اللي انت عايز تسمعها، لأنهم عرفهم انه هو طالب مصري، ما بيتكلم لهجة مصري يا جماعة، أصلا كان مصري بيتكلم وبيقول لهم أنا مجرد طالب هنا وبدرس، ويصاحب ده ويصاحب ده، ونجح في جمع قدر كبير من المعلومات بشكل احترافي فعلا. الامر اللي لما رجع تل ابيب كلفوه بمهمه، وهي قالوا له احنا عندنا في اسرائيل منزعجين، لان احنا شايفين ان مصر ضربت سفينه تحت في البحر الاحمر عند ميناء عدن، واحنا عايزين نعرف بالظبط هل في سفن حربيه عسكريه موجوده لمصر في اليمن، بالاضافه ان في عمليات المقاومه الفلسطينيه، عايزين نعرف الاماكن بتاعتها داخل اليمن. فالمهمه بتاعتك هتتلخص في ان انت هتروح اول حاجه عدن، وبعد كده هتروح مدينه الحديده. في الاول هتروح على عدن باسم احمد الصباغ بجواز سفر مغربي، هتعرف نفسك على انك انت تاجر وانك انت تجمع لنا معلومات احنا عاوزينها. وبالفعل دخل راح هناك بقى باروخ على اساس انه هو مسلم اسمه احمد الصباغ من دولة المغرب الشقيق بجواز سفر مزور، راح على عدن، وهناك دخل اللوكاندا وابتدى يعرف في الاستعلامات، بل انه اول حاجة عملها اول ما دخل الفندق قال له هو الجامع فين، وعرف معظم رواد الفندق بيصلوا في انهي مسجد، وراح داخل وصلى معهم جماعة، وبقى بيروح بيصلي قدامهم جماعة. انتوا شفتوا ايوه انا ياما اتكلمت قبل كده عن يهود الدنمة. المهم بقى بيحك مع معلومات وبيصور بالكاميرا اللي معلقها في رقبته، وبيجمع ادق المعلومات واهم المعلومات، وبيعمل رسومات كروكي، وخد المعلومات دي وراح بيها نيروبي سلمها لأحد ضباط الموساد، وقالوا له تروح على مدينة الحديدة تجمع من هناك معلومات
وتروح فورا على أديس أبابا تجمع معلومات عن منظمة التحرير الفلسطينية والعملاء بتاعها هناك وتصور المينا وترجع على طول. هو عمل اللي كان المفروض يعتمل ولكن في يوم طول فيه وراح صور في ميناء الحديدة السفن العسكرية والسفن المدنية اللي هي التجارية اللي كانت موجودة ورجع الفندق وفجأة بيلاقي اتنين من الأجهزة الأمنية اليمنية لابسين ملكي وداخلين عليه الغرفة. عمل بقى نفسه غضبان قال له انتوا بتعملوه ده؟ ده انا هبلغ السفاره انتوا ازاي تدخلوا عليا؟ قالوا له بس تعالى تعالى ورينا الصور دي. صور قال لهم لا 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 صور يا جماعه دي انتوا اللي بتعملوه دي صور ده انا واحد سايح وجاي في بلدكم هنا ده احنا عرب زي بعض واشقاء زي بعض ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما ينفعش كده. راحوا مدين ايديهم جوه جيبه مطلعين رسم كروكي. الرسم الكروكي ده للمينا والاماكن خاصه بتجمع الفلسطينيين وقالوا له ده لزوم السياحة برضو وراحوا ماسكينه وواخدينه وابتدت التحقيقات من هنا. في بداية التحقيقات الأول قال يا جماعة ده أنا مغربي عادي ومفيش أي حاجة خالص وبعد كده قالوا انت بصوا أنا هقول لكم الحقيقة بصراحة أنا كويتي وراح مطلع لهم جواز سفر كويتي مزور قال لهم أنا كويتي وبعمل الحاجات ديت علشان بس أنا بساعد المنظمة التحرير وفي كذا وفي كذا. اتصلوا بدولة الكويت الشقيقة واستفسروا لقوا إنه ملوش أصل. طبعا كانوا هم في أثناء ما كانوا بيتحبس في الفترة دي حاول إن هو في مرة ينتحر ولحقوه وراحوا كان عايز يقطع شريان دراعه ولحقوه راحوا معالجينه. في التحقيق كان في تحقيق بقى الأخير قال لهم أنا هقول لكم الحقيقة أنا أصلا مسيحي واسمي يوسف سالم وأنا بصراحة علشان عارف إن أنا عشان مسيحي هبقى مضطهد وأنا عايز أعمل تجارة اضطريت إن أنا أعمل كده بصراحة لكن أنا كل هدفي التجارة. فكانت الأوضة عبارة عن مكتب ونازل عليها كشاف وهو قاعد وقدامه الضابط من دولة اليمن الشقيق. سمع صوت من ضلمة في نفس الأوضة واحد بيقول له بالمصري بقولك ايه سيبك بقى من جو يوسف سالم ومن جو الشيخ احمد الصباغ اللي بيصلي في الجامع اهلا وسهلا يا باروخ. صاعقة نزلت في وشه وهو كان امامه الضابط وثعلب المخابرات المصرية رفعت جبريل الله يرحمه اللي سبق واتكلمت عليه اللي زرع أجهزة التنصت قبل كده في قلب دولة معينة وكانت المخابرات والرئيس الراحل أنور السادات بيسمع كل حاجة ده ليه مهمات عجيبة جدا. ده كان ضابط أسطورة بمعنى الكلمة ده رجل المستحيل وأدهم صبري بمعنى الكلمة فعلا. والضابط رفعت جبريل كان في الوقت ده اللي حصل ان لما الاجهزه الامنيه اليمنيه مسكته قبضت عليه لان المخابرات المصريه شاطرين في المخابرات بالاضافه ان هم عايزين يعرفوا ده مين راحوا بعتينه للمخابرات المصريه. اول ما ورق بتاعه وصل وصورته عرفوا ده صيت ثمين جدا ده مش ضابط مخابرات اسرائيليه عادي ده واحد في وحده المهام والوحده العمليات الخاصه ده لازم يتجاب يعني يتجاب. وذهب فعلا الضابط رفعت جبريل الله يرحمه وفي مهمة شقة كانت الموساد والمخابرات الإسرائيلية كانت المخابرات الإسرائيلية عرفت بالقبض عليه في اليمن وأنه ما لحقش يهرب على أديس أبابا. إسرائيل بعتت فرقة كاملة من وحدات الكوماندوس والعمليات الخاصة وضباط من المخابرات يحجم الاتنين بنسبة ضئيلة احنا هنمسكه ونعرف نهربه ولكن ده لازم يتقتل يعني يتقتل لانه هو لو اتقرر واتكلم على اللي هو يعرفه دي هتبقى مشكلة كبيرة قوي هيترتب عليها بقى كشف عملاء كتير وكشف معلومات كتيرة لازم يتجيبوه يتقتلوه. وكانت مهمة الضابط رفعت جبريل ان هو يهربه عبر وديان وفي الصحراء وان هو بيهرب من كل تتبعاتهم ويستناه
لانش وياخده من على الشط ويوصل بيه في نص البحر غواصة مصرية من الجيش المصري كانت مستنية في قلب البحر وراحوا مواخدينه ومنزلينه جوه الغواصة. كلام لو شفت بقى فيلم ميشن امبوسيبل اي حاجة بقى جيمس بوند الكلام ده بقى الواقع اللي حصل. شغل على شغل عالي قوي قوي يا جماعة بصراحة يعني حاجة جامدة جدا. إسرائيل عرفت إنه هو هيتهرب جوه غواصة بعتوا 3 سفن حربية بتوربيدات لازم ندمر الغواصة، والغواصة غيرت مسار رحلتها وراحت داخلة على بور السودان في دولة السودان الشقيق. من هناك كانت طيارة عسكرية حربية مصرية راحت واخداه ونزل في قلب القاهرة. وأول ما تقعد تخيلوا أول حاجة أحد ضباط المخابرات المصرية بيقول له سيبك أنت، ألف مبروك يا باروخ، مراتك مارجريت خلفت امبارح، ودي معناها ده احنا مش عارفين بقى كل حاجة عنك، ده احنا عارفين اللي في قلب بيتك جوه قلب تل أبيب لغاية امبارح ايه الوضع، فما تلفش ودور وهاتلنا كل اللي عندك. وبالفعل باروخ زكي مزراحي ضابط المخابرات الإسرائيلية في وحدة العمليات الخاصة بيبتدي يعترف ويقر بكل المعلومات الخاصة بكل العملاء اللي موجودين سواء في بروكسل في هولندا، بإزاي بيتم تجنيدهم، نظام الشبكات إيه، بيتم تجنيد كل حاجة إزاي، ما سابش معلومة إلا كانت كل المعلومات دي عبارة عن كنز. وبعد ما خدوا منه كل حاجة تم إيداعه في الزنزانة رقم 6 في أحد السجون الحربية. وحاولت إسرائيل قبل كده إنها تضغط على مصر وتبدله وترفض، وحاولوا إن هم يبدلوه ببعض الجنود في من المصريين، ولكن مصر رفضت الكلام ده بعد حرب في شهر ديسمبر سنة 73. وفي سنة 74 وهو قاعد جوه السجن في شهر مارس يوم 3 مارس والجو بالليل وهو قاعد جوه السجن ومفيش غير صوت حنفية بتنقط مية واحد من بره خطواته جاية. وبيقول له بكرة هيتم الإفراج عنك. تم مبادلته مع الأسرى المصريين ومن الفدائيين المصريين والفلسطينيين من سيناء ومن غزة مع البطل الرائع اللي سبق واتكلمت عنه عابد كرمان، وتمت المبادلة. ومات على فكرة هو هناك في قلب دولتهم في سنة 2005 في وسط صامت تام، ودي كانت صفعة. وعلى فكرة كانت عمل عليها مسلسل اسمه الصفعة قبل كده للبطل شريف منير والله يرحمه هيثم أحمد زكي، ودي كانت لطمة قوية جدا من أحد الإقلام اللي خدوها. أتمنى القصة الواقعية دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هوصيكم بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو حضرتك أول مرة تشرفني بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.